بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الاهلي ليله. يمكن النهارده طبعا يوم الاربعاء غيرنا الميعاد شويه، لان طبعا كل يوم اربعاء انتم متعودين معانا بتكون على الهواء مباشره الساعه 8:30، لكن المره دي طبعا بالتاكيد عندنا حدث استثنائي، استقبال بالتاكيد برنامج الكابتن خالد العوضي بخصوص انجاز فريق النادي الاهلي للكره الطائره والبطوله العربيه التي تحققت في المباراه النهائيه امام نادي الزمالك. فبالتالي النهارده في تغطيه خاصه وفي حضور مميز جدا لنجوم الفريق، فبالتالي هيكون عندهم تغطيه خاصه من الساعه 8 للساعه 10. فاستثناء هذا الاسبوع النهارده هنكون معاكم من الساعه 7 للساعه 8 لمتابعه بالتاكيد استعدادات فريق النادي الاهلي امام سان داونز، هذه المباراه المرتقبه والحاسمه والمصيريه في المشوار الافريقي ان شاء الله يوم السبت القادم الساعه 3 عصرا على استاد لوكاس موريبي في اياب الدور الثمانيه للبطوله الافريقيه. لذلك في هذه الفقره معايا كاتب صحفي كبير وناقد رياضي، وبالتاكيد انتم متعودين كل يوم اربع بيكون معانا عشان نتكلم معاه عن المستجدات الرياضيه وعن حديث مباراه الاهلي وسان داونز، وبالتاكيد لا حديث يعلو في هذه الفتره عن هذه المباراه. استاذ عصام منور الدنيا واهلا بيك ومشرفنا بالتاكيد في قناه اهلا بيك وكل جمهور النادي الاهلي والجماهير المصريه عموما. اهلا بحضرتك. طيب النهارده كان التدريب نقدر نقول خلاص دخلنا في المراحل الاخيره بالنسبه لمباراه الاهلي وسان داونز، والجهاز الفني ابتدى يشتغل على بقى التفاصيل المتعلقه بمباراه يوم السبت. اولا الاجواء من يوم السبت الماضي لغايه النهارده ومباراه السبت القادم ان شاء الله، شايف الاجواء ازاي نتيجه مباراه الذهاب كمان مدى تاثيرها على شكل مباراه العوده؟ اجواء طبيعيه جدا، الاهلي بيستعد ايما استعداد، كانت في افضليه طبعا انه الاهلي يذهب مبكرا، وكمان يكون رئيس البعثه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي منتهى الثقه منتهى الدفء، الراجل المتواجد معاهم على مدار الساعه اكيد لها مدلول عند اللاعبين يعني، وبالتالي الجزء الفني عند السيد فايلر يمشي يعني في مراحل معتاده، خلاص دخل بقى على مرحله يعني الحاجات الفرديه والحاجات الجماعيه وكذا. وبالتالي كمان النهارده كلام عن علي معلول او انه الاهلي بدون يعني ايا من اللاعبين مفيش اي شيء يبعده عن التشكيل، كل جاهز ان شاء الله. بالظبط، يبقى بقى الاعلان عن التشكيل فيما توقع من ايام او ساعات قبل المباراه، الاعلان عن التشكيل كما اعتاد دائما النادي الاهلي. طيب رصدت ازاي فكره سفر الفريق عايز اقول لك من اليوم التالي لمباراه الذهاب، لدرجه حتى ان الفريقين كانوا على نفس الطائره اللي اتجهت الى جوهانسبرج استعدادا لمباراه العوده. ما هو ده اللي انا بقول لحضرتك، المره دي حتى لا يكون هناك اي يعني ما يعيق جزء حتى من تفكير المدير الفني او عزيمه اللاعبين واصرارهم، ومن ثم كل المعدلات البدنيه وكل الفيزيكال فيتنس من ناحيه وكل التعود على ارضيه الملعب وتوقيت التدريب نفسه، الثالثه ليست موعد ابدا للكره في مصر منذ سنوات طويله يعني، وبالتالي فكره صائبه فكره محترفه طبيعيه جدا جدا يعني. طيب التعايش على الاجواء في جنوب افريقيا خاصه ان المباراه الساعه 3 العصر صحيح. والفريق بيحاول قدر الامكان يستغل اي حاجه ايجابيه عشان تبقى ليها مردود ايجابي في المباراه اللي جايه، ولو في نقاط سلبيه حدثت في مرات سابقه يتلاشاها ويتفاداها. صحيح. ده ليه انعكاس اكيد على الشغل الفني اللي بيشتغله الجهاز الفني، فكره ان انت بتحضر كل التفاصيل دي عشان في النهايه الجهاز الفني يقدر يشتغل على الجزء الفني للمباراه بس. ما هو انت ما عندكش بقى مشكله دلوقتي لا مع الاكسجين ولا مع الساعه البيولوجيه ولا مع اي اطر خارج الجزء الفني. تمام. انت صفيت ذهن الجهاز الفني لمهمة واحدة بس، اللعيبة كمان هتنفذ كل شيء لأنها خلاص في أجهزتها يعني أو البدني يعني الجزء البدني والعصبي جاهز جدا، فضع الجزء الفني جنب الجزء البدني والجزء العصبي هتلاقي الحكاية يعني بتمر بسلاسة يعني معتادة من النادي الأهلي يعني. بس هي فكرة أنه اللقاء الحاسم الصعب، لا النادي الاهلي لا يمكن الحوار معه الا انها مباراه هامه يعني، لا هي مصيريه ولا هي يعني هذه توصف بها الانديه التي تصل لهذا الدور يعني كل كام سنه مره يعني. بس بالنسبه للجماهير لو احنا طبعا بنستاق العناوين اللي احنا عايزين نقولها في نفس السياق اللي الجماهير حاسه بيه، مؤكد الجماهير حاسه ان انت داخل على مباراه عنق زجاجه بالنسبه للموسم كله. ده الجمهور. انا قصدي اقول لحضرتك انا بطمنهم اكتر، طبعا هي في مصير التسعة أهلي اللي هي مطلب غالي لجمهور النادي الأهلي، اللي هي يعني زي ما بنوصفها الأميرة السمراء، إمتى تيجي بقى مع الفارس الأحمر؟ طبعا طبيعي جدا يعني، لكن أنا بطمنهم أكتر يعني لعيبة الأهلي مش هتحولها لمباراة مصيرية، هتحولها لمباراة هامة
جدا، عنق زجاجه زي ما انت وصفت بالظبط كده. طيب موقف هذه المباراه ومشهد هذه المباراه، الاعلام رصد ازاي المشهد ما بين مباراه الذهاب والعوده بالمقارنه اللي حدث الموسم الماضي؟ لا بالمقارنه، بص المباراه الموسم الماضي زي ما قلت لك هذا لم يكن يوم النادي الاهلي، ولم يكن ابدا الفريق الذي يرتدي التيشيرت الاحمر مش هو فريق الاهلي من حيث اداء اللاعبين، مفيش لاعب في الاهلي اعتدنا ان يكون عنده تخاذل في الاداء او تراجع مفاجئ، لكن الحقيقه لم يكن يوم ابدا يليق بنجوم النادي الاهلي. مظبوط. سواء الحاليين او اللي لعبوا الموسم الماضي، فالكل يبذل اقصى طاقه واقصى جهد. لما تحط ده جنب جنرال توفيق، في ايام كده الكره تبقى ماشيه معاك يعني، واخد بالك؟ لما تحط ده جنب الجزء ان الكره كانت ماشيه جدا مع سان داونز، ما بين فرص ضاعت في المباراه العام الماضي في بدايه المباراه، ثم من هجمه جون من هجمه جون من هجمه جون دون تعديل، هتجد ان هناك فارق كبير جدا جدا في ما يوصف بانه مباريات لا تتكرر. مباراة العام الماضي لا تتكرر. مظبوط. طيب قدامنا على الشاشه يا استاذ عصام ده النهارده المران اللي كان في حدود الساعه 3 العصر بتوقيت مصر، هو نفس توقيت جنوب افريقيا، على ملعب الجامعه في بريتوريا. ده تمرين النهارده. المشهد العام يعني الحمد لله الحاله المعنويه جيده، اللعيبه انسجمت ودخلت في الاجواء سريعا واعتادت على الجو بقى، الجو المناخ اللي حواليهم في جنوب افريقيا، واعتاد انه يغير ميعاد اكله، لانه فرق اما تلعب 8 و9 فرق اما تلعب 3 الفطار هيترحل والغدا هيترحل، حتى الشاي والكيك اللي بيبقى الساعه 5 ده الساعه 5 ده بعد الماتش اصلا بالزبط. وبالتالي هناك الكثير والكثير، حسنا فعلت اداره النادي الاهلي ان وفرت للجهاز الفني فكره السفر المبكر وحياه لمده اسبوع في نفس اجواء المباراه. متابعه الاعلام لينا بشكل عام، سواء الاعلام في مصر او الاعلام في جنوب افريقيا، لمشاهد قناه الاهلي خلال الفتره الاخيره، ان طبعا الكل لو عايز يعرف معلومه، لو عايز يشوف صوره، اكيد لازم يتفرج على قناه الاهلي. ده دور قناة بس الاهلي الحصري على فكره. يعني واضح كده ان انت بتتكلم على السيد خالد علي لما قال يعني بنعرف مثلا. لا هو راجل يعني رمى افيه لطيف. هو المقصود منه انه الدنيا كتاب مفتوح، الدنيا الكرويه يعني، وبالتالي ده دور اي قناه لاي نادي في كل العالم. اولا هي ليست باختراع ان انت تنقل تدريبات، تنقل اخبار، تنقل أسرار. تنقل هتيجي منين الاسرار مثلا؟ اذا موسيماني يعني كان معاهم على الطياره ماشي يحكي معهم يعني، وبالتالي يعني انا اعتقد انه ده جزء مش محتاج رغي يعني، ما ينفعش. لا التلفزيون اختراع جديد، ولا البث المباشر اختراع جديد ولا فكره ان تستقي معلوماتك من قناه ترمز لنادي بقى مش قناه عامه كمان يبقى اختراع جديد يا جماعه. ما هو حتى طبيعي انت الاخبار الرسميه اللي بتنزل حتى من خلال الموقع الرسمي، اي نادي في العالم ليه ويب سايت رسمي وليه اكونت على تويتر وليه اكونت على الفيسبوك، اخبارك كلها بتبقى نازله فيها، لو في مصابه تقول ده مصاب ده مستبعد، ده بتبقى الامور واضحه. لا يصح الا الصحيح. حاله الاخفاء دي انتهت من القرن الماضي تقريبا يعني. طب جاهزيه لكل اللعيبه في المباراه اللي جايه دي ان شاء الله، بيدي اكيد وجهه نظر او بيدي رؤيه اوسع لفايلر يقدر يختار الطريقه او الشكل ممكن يلعب بيه؟ لا بتدي له فرايتي، هو عنده طريقته وعنده أداء خلاص بيطور منه، بس تكتيك يناسب كل مباراة. ودي ميزة الكبار دايما معاك يا أستاذ محمد، بقولها دايما، ملاقة الفرق الكبرى أن يكون لديك في كل مركز اتنين لعيبة شبه بعض، والتالت 75% منهم يعني. وبالتالي عايز سردباكين طوال عنده، عايز باك قصير شوية عشان يعرف يلعب على الأرض عنده، عايز ديفندر شويت عنده، عايز ديفندر الآخر اللي هو لعيب كرة بس وديفندر بيقطع بس عنده. دي بتديله ملاءة في التكتيك نفسه واختيار المناسبين مش للمباراة وبس، المناسبين لفكره هو خلال التسعين دقيقة. طيب أنا عندي مجموعة من الأخبار المتعلقة بمران النهاردة وبعض التفاصيل الخاصة بسفر البعثة والإقامة في جنوب إفريقيا. يمكن ريني فايلر دايما بيكون حريص على التوجه لملعب التدريب قبل توجه الفريق بحوالي نص ساعة، مؤكد. يبص على الأجواء، يشوف الملعب، يشوف حالة الملعب في المران، حتى لو كان بيتمرن على نفس الملعب امبارح. دي ده في اطار اكيد ان انت كمان ما بتسيبش حاجه صغيره او ما بتسيبش اي هفوه وانت بتشتغل في اي مران. هي عاده احترافيه. دي من ضمنها كمان سيكيورتي فني الحقيقه. ليه؟ هو لازم يبقى عنده نظره فاحصه هو والطاقم بتاعه، لانه سمت كاميرا هنا واخرى هناك، لان زي ما بنقول ان العالم قريه صغيره مفتوحه وانه لا توجد اسرار، لكن في بعض التدريبات تحتاج للغلق. بعض التدريبات هو بيعمل كده حتى تحديدا الجمل، وبالتالي سبقه ده بيخليه
شايف كل حاجه، شايف الاجهزه، قد تكون هناك كاميرا، وده ممكن يحصل في كل الحضارات يعني. ما هواش يعني ما هياش جاسوسيه كروية. يعني مش هيعمل ده ليله المباراه على الملعب الاساسي او الملعب الرئيسي. بالظبط، وبالتالي هو ده في كل العالم المحترف كنا بنرصد ده يعني. وانا قلت لحضرتك قبل كده وكل الجمهور اللي بيتابعنا، فايلر اهم ما يميزه انه قادم من تجربه احترافيه اوروبيه كامله حديثه، ما عندوش تور قبل كده لا في افريقيا ولا في اسيا ولا في العالم العربي. هينسجم مع الاجواء الافريقيه ولا هو هيطبق الاجواء الافريقيه باجواء اوروبا؟ لا، هو هيطبق كره القدم التي لا تعترف بالفواصل، اللهم الا ان هناك كره عنيفه نوعا ما، كره يعني سريعه نوعا ما، كره لاعبتها عندهم جلد زي قارتنا السمراء، كره رشيقه اللعب بطعم امريكا اللاتينيه. خلي بالك جنوب افريقيا ما يميز انديتها ان عندها الخليط ده، عندها جزء افريقي جدا وعندها جزء المهاري يشبه اللاتين كده اللي هو الجزء المهاري. طيب معايا خبر قبل ما اطلع الى فاصل، وبعد الفاصل هناقش حضرتك في الخبر ده، ان بالتاكيد ان شاء الله هيكون معانا لايف من جنوب افريقيا، يكون حاضر هذا الايفنت وهذا الحدث. سفير مصر في جنوب افريقيا بيدعو بعثه الاهلي على مأدبه عشاء. معالي السفير شريف عيسى سفير مصر في جنوب افريقيا وجه الدعوه للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي في جنوب افريقيا على مأدبه العشاء مساء اليوم في منزل السفير. في هذه اللحظات وانا بتكلم معاكم وجاءت الدعوة السفير لبعثة الأهلي برئاسة الكابتن في إطار ترحيب السفارة المصرية وطاقمها ببعثة فريق النادي الأهلي في ظل الجهود التي تبذلها الدبلوماسية المصرية في جوهانسبرغ. في تفاصيل أكتر في هذا الموضوع وبس حي إن شاء الله من جنوب إفريقيا ومن بريتوريا، وأيضا كمان تعليق الأستاذ عصام على هذه الجزئية المهمة جدا والدور الدبلوماسي لبعثة مصر في جنوب إفريقيا لهذه المباراة. كل ده ولكن بعد الفصل. بعد الفاصل وطبعا مستمرين في الحوار والحديث مع الاستاذ عصام شلتوت مدير التحرير او رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع. استاذ عصام، كنت بتكلم على استقبال السفير المصري طبعا معالي السفير شريف عيسى لبعثه فريق النادي الاهلي في جنوب افريقيا، والراجل بصراحه قايم بمجهود كبير جدا من قبل حتى البعثه ما توصل الى جنوب افريقيا. ده حال بعثاتنا الدبلوماسيه الحقيقه، او ده حال بعثات بتاع الدول التي لها باع وتاريخ وحاضر ما شاء الله، وبالتالي ده بيمثل نوع من الدفء. البعثة تشعر بإكرام وفادتها، البعثة تشعر بأن سفارتها حاضرة في الميعاد زي ما حضرتك قلت في التكتيك أساسا لقبل الذهاب، يعني مرحلة ما قبل الذهاب، ده ساعات قبل ماتش اللي هو بنسميه ماتش اللي هو إن، يعني اللي بيبقى عندنا لما بيطلب شرايط، لما بيطلب لقطات، لما بتطلب معلومات، حتى الجزء الفني ده عفوا السفارات بتمد ايدها فيه ايضا يعني. ده حقيقي كان على طول يقول لك انا ودي عاده مصريه عبقريه قوي، يسجل لك ماتش كبير مثلا للفريق اللي هتلعبه وحاجات زي كده. وبالتالي لا، لازم طبعا نشكر وزاره الخارجيه بكل منسوبيها وفي القلب طبعا اللي حاصل دلوقتي في سفارتنا في جنوب افريقيا استاذ السفير شريف عيسى. ده حتى وصل الامر كمان فكره ان كان في اجتماع امني امبارح بخصوص شكل الحضور الجماهيري والتنظيم والدخول وترتيبات وصول الاتوبيس وحفله النادي الاهلي لملعب لوكاس موريبي اللي هيستضيف المباراه. طاقم السفاره كان موجود حتى في الاجتماع الامني طبعا، في التنسيق حتى لحضور الجاليه المصريه والاتفاع على العدد اللي هيحضر من حوالي من 100 الى 200 من الجاليه المصريه والجماهير اللي ممكن تسافر حتى وتصل صباح يوم الجمعه القادم. بالظبط كده. صحيح. فالدور كمان قايم في مرحله لا يعني كل الامور اللوجستيه والامنيه المتعلقه بالبعثه. كله شغال، كل يعني ومستشارين السفاره وكل يعني، لو تخيل ان هناك اعلامي واحد، اذا كان اعلامي واحد هتلاقي السيد المستشار الاعلامي طول الوقت موجود معاه بيتعامل وكانه في باص من الاعلاميين. لا، الحاله المصريه في مساله وزاره الخارجيه لها تاريخ عميق يعني، وبالتالي كل بروتوكولاتها اصلا مع الضيوف بتبقى شيء كده رائع وشيء لك فخر بيه، فما بالك اما بيبقى الموجود هو ممثل مصر او احد انديتها او احد فرقها الرياضيه او حتى فنانيها، قوتنا الناعمه يا استاذ محمد. طيب الشيء بقى المعتاد واللي بيبقى دايما حدث مميز كده لما بيبقى مع البعثه في اي رحله خارجيه خارج مصر،
تلاقي دايما كده السفير ومنزل السفير بيستضيف البعثه طبعا قبل المباراه او حتى بعد المباراه حسب الظروف. والعشاء بالمصري رغم ان انت مش عايش هناك، مش هتقعد سنه ولا شهرين، بس بتشعر كده انك جاي تاكل اكله مصريه، بيت مصري في بيتك. الله عليك يا محمد، في بيتك، في بيت السفاره، في بيت السفير، هو بيتك. وبالتالي لا، حاجه حميميه جدا جدا. لكن عشان الجمهور يبقى عارف، غالبا ما بتروحش يعني اللاعبين في منتهى التركيز، بيذهب باقي افراد البعثه، ممثلين عن الجهاز الفني يجوز، عن الجهاز الاداري يجوز. لكن اذا كان هناك بطولات، يعني المباراه النهائيه مثلا، ممكن عقب المباراه ان شاء الله رب تكون في اي بلد، هتلاقي السفاره مش هتسيب التيم الا لما يجي كله بقى بالشباب باللعيبه بكله يحتفل. بتبقى من امتع اللقاءات وامتع اللقاءات حتى في طبعًا اي رحله، قلب مفتوح وبنقاش مفتوح وبتبادل اراء وبيشيل عنك، يعني بيغسل لك ايام التعب اللي قبل هذا العشاء ويحفزك للقادم من عمل. عارف يا استاذ عصام كمان في فكره ان لو مأدبه العشاء واللعيبه تبقى موجوده، اللعيبه بتستنى اللحظه اللي زي دي، انت عارف بتبقى خمس ايام بقى ملتزم بنظام غذائي. أيوة. والماتش في حاله لما بيحضروها بتبقى فرصتهم، بتبقى فرصه عظيمه. والبعض احيانا على فكره، وده يمكن 99%، لما بتبقى بقى زي ما قلت لك بعد المباراه في وقت، بيبداوا هم نفسهم الساده السفراء ومنسوبي يعني سفاراتنا يسالوا هم الرجال عايزين ياكلوا ايه. بالظبط كده، شوف الدلع بقى. بالظبط كده، حاجات بتبقى مميزه جدا دايما للخارجيه المصريه والسفراء اللي بيمثلونا بالتاكيد في كل دول العالم. طيب الجزء الفني المتعلق بالمباراه، اقامه المباراه الساعه 3 العصر، في الاعلام بشكل عام، هل النادي الاهلي من خلال هذه المباراه، السنه دي لعب في الدوري مع اسوان الساعه 3، لعب في بطوله افريقيا في دور المجموعات الساعه 3 العصر، مباراه الساعه 3 المره الجايه في بريتوريا، شايفها هتبقى ازاي بالمقارنه بالمباراه السابقه؟ لا خلاص بقى، خلص الكلام ده، حصل عليه تريننج طويل يعني طويل يعني قدر المستطاع، وبالتالي يعني فك طلاسم كل ده. ضيف لده المران لمده خمس ايام على نفس الظروف ونفس الملعب ونفس الطقس المناخي، لا هتلاقي حاله طبيعيه جدا جدا يعني. وفايلر من المدرسه اللي قلناها ساعه ماتش اسوان، عندنا شغل حقيقي، يبقى سعيد لما كل المعلومات تبقى قدامه، لكن الحاجات دي ما بتفرقش معاه، بياخدها في اطار الشغل طبعا. طبعا، لان ليها في كتاب الكوره ليها حلول. الملعب كذا فليه ستارز معين، الجو كذا فليه اكسجين معين، كل حاجه عند المحترفين ليها دواء يا استاذ محمد. طيب لو بتتوقع او حاطط سيناريو في دماغك كده، فكره المباراه نفسها، ايه السيناريو اللي ممكن تتوقعه في شكل هذه المباراه من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه؟ هي هتبقى مباراه هتبدا بكل يعني من الفريقين عايز يبدي للاخر فكره السيطره، يعني باستحواذ، بباص باص باص، يعني هتلاقي ايه مثلا انطلاقه بهجمه، ولو هجمه اللي بيسموها بس عشان تنقل الكره عند الحارس الاخر، يعني وكانك انت صاحب اول هجمه يمكن من على السنتر كمان. هكذا الفرق الكبيره خاصه في مباريات الفينش اللي هي العوده يعني. وبالتالي اتوقع ان السيناريو هيبقى سيناريو فيه كلاهما مش متحفز بصيغه يعني التحفزيه، ما بقى متحفز لك، لا كل فريق منهم يراقب بدايه الاخر على الاقل من 5 ل 10 دقائق بس على الاقل. اكيد الناحيه الثانيه في صن داونز هيبقى عايز ياخد المبادره، ومن اول دي هيكيد، ما هو ده اللي انا بقوله لك، هي انت هتبقى بتحاول، بقول لك ولو بهجمه نظريه يعني ياخد الكره باصتين ويعمل واحده طويله يجروا تحتها الفراوده لمجرد ان هو ياخد الجمهور معاه لفكره انا جاي اهاجم، وهاجم مين بقى؟ النادي الاهلي. لكن في ضمن المنظومه التكتيكيه كلاهما هيبقى عايز يعرف التاني عايز يعمل ماتش. طيب مشهد المباراه الاولى، الاهلي كان استحوذ على المباراه بنسبه كبيره جدا، لدرجه حتى الاستحواذ تخطى ال 65%، ويمكن سان داونز من الفرق اللي كانت بتتميز بالاستحواذ طوال البطوله، ومحدش قدر ياخد منها الاسبقيه في الاستحواذ. هل مباراه العوده هيبقى فيه نفس الفكره في الاستحواذ؟ لان الاستحواذ يقدر يخلي الاهلي يموت اللعب او يموت المباراه. ما هو الصراع هيبقى صراع ان الكره وهي معك ليست ضدك. لكن كل الحذر بيبقى من ايه؟ اللي بيفرط في فرص كتير قد يستقبل. بالظبط، دي المشكله بقى. تمام، واعتقد ده اللي فايلر شغال عليه، وشفناه بيعقد اجتماعات فرديه وجماعيه اخرهم بين مروان واليو باجي. مش عارف يعني، بيثبت عندهم بعض الحاجات الخاصه جدا جدا، وبالتالي هو ده الفارق الوحيد، ان انت باستحواذك ده تكون ايجابي مش بس للتعطيل، لا استحواذ ايجابي ترهب كرويا طبعا بيه الاخر،
وبالتالي اعتقد ان احنا هنبقى محتاجين 10 دقائق لتفسيرات كثيره جدا جدا مع بدء مباراه العوده. المباراه اللي زي دي انت بتتكلم في نص فرصه طبعا، يعني تستغل نص فرصه، مش انا بس الفرود الاصلي هو من يحرز من نصف فرصه وبالتالي يدعم وجوده ويبقى ثمنه فيه، ده اللي شغال عليه فايلر، سواء بقى مع المهاجمين في مهامهم مع المدافعين في مهامهم، هو عايز ينتج فريق يثبت انه هذا هو فريق الاهلي اللي هو زي ما قلنا كما الكبار عنده ملاءة من اللاعبين لاختيارات وبدائل كثيرة جدا جدا. مباراة زي دي تقدر تقول ان فايلر ممكن يغير فلسفته وطريقة اللعب؟ لا اظن، ولا يعني الناس بتتكلم انه يلعب بثلاث ديفندرات، في اراء فنيه قالت كده، يلعب بليبرو مقلوب وليبرو معدول، هو طبعا هو اقوى واحد على درايه بالشكل والطريقه اللي يلعب بيها، مؤكد بس الناس بتتكلم بس فكره التحليل والرؤيه والتوقع، مؤكد لا رؤيه الا لفايلر، لا رؤيه الا لفايلر. طبعا احنا بس نبدا نقول كل واحد يمسك ورقه وقلم اللي ليه في الموضوع، يعني عشان يحلل مثلا ال 45 دقيقه الاولى زي ما قلت لك بعد من 5 ل 10 دقائق، يعني الساعه 3:10 كده تبدا ايه تشوف كاحد العاملين او ايدك في العجين الكروي تبدا تشوف الحكايه رايحه فين. لكن مش هيعمل هو حاجه غريبه على التيم بتاعه، مش هيلعب فجاه بثلاث ديفندرات ولا بليبرو حتى لو مقلوب، مفيش حاجه اسمها كده. لكن الناس بتقول انه ياسر ومحمود ياسر ابراهيم ومحمود متولي، محمود متولي ممكن يبقى قدامهم كمان رامي ربيعه، او رامي وياسر وقدامهم متولي في نص الملعب، قدامهم متولي برضو، ده في الاخر حسبه مختلفه تماما بالنسبه للسيد فايلر. يبقى كده هل هو عايز يامن نص الملعب؟ طب ما هو هيفكر كثيرا ان الراجل منافسه هيبقى يقول لك ده جاي ايه يدافع، فانت بتدي له فرصه ان هو كمان اول تغيير يعملها يمكن يشيل ديفندر وينزل فرود اضافي. لا، الحسبه زي ما قلت لك تحتاج ل 10 دقائق من بدء المباراه. بص المفاجاه دي ممكن لها علاقه بالتشكيل. نتفاجئ مثلا بوجود الكابتن سامي او الكابتن سيد في التشكيل الاساسيه. هي بقى خلاص هم الناس جاهزه يعني. لا وبعدين تحس ان هم بيتدربوا على تسديد الكره الثابته يعني. بقول لك اهو بص، لا وبيشرح لهم اللي هو عايزه. استاذ طارق انديل طبعا عضو مجلس الاداره ومصاحب للبعثه واطمئنان على البعثه بالتاكيد كمان. كل واحد في النادي الاهلي عارف دوره. يعني في مشاهد ربما اخرى تلاقي مثلا اعضاء مجلس الاداره في وسط الملعب ساعه التمرين مش عارف ايه، لا هنا كل واحد عارف دوره بالظبط، دور عضو مجلس الاداره ورئيس النادي كمان وهو من هو بيبو، هتلاقيه في كرسي في قاعده لا شان له سيستم بما يدور الا انه هنا لتمثيل النادي الاهلي. سفر الكابتن محمود الخطيب مع البعثه، الناس بتتكلم طبعا في تفاصيل كتيره جدا وتفاصيل مهمه، لكن في منظور ممكن البعض ما اتكلمش فيه كتير، ان فكره ان مسافر معاك رمز كبير واحد اساطير الكره في افريقيا طبعا، وهو رئيس النادي الاهلي ورئيس البعثه، ده ليه تاثير ايجابي حتى على اللعيب، ان هو كان لعيب وكان نجم كبير، فخبراته كلها في افريقيا اكيد هينقلها للعيبه. مش بس كده، انت بتديني مزيد من الدفء، انت بتديني نموذج الاهلي. كابتن محمود الخطيب الذي يؤمر من الاطباء بالحركة لمدة 6 ساعات متقطعة يذهب فقط في رحلة 10 ساعات طيران مباشر، يعني انت بتتكلم في ايه بقى تاني؟ ثم يذهب الى المران ويحضر الفطار والغداء والعشاء، انت بتديني نوع من الرمزية تخليني زي ما بيقولوا اكل النجيل. مسألة يعني فيها النوع ده من التعامل، مش احترافية وبس، لا كيف تكون الحالة الحمراء مستمرة جيل بعد جيل، ان هناك عيلة النادي الأهلي بس كل في منحاء، وبالتالي صح. في بعض اللاعبين في جولات في الفندق قد يسأل كابتن محمود الخطيب عن أشياء هتلاقيه حكى له حكاية خرجه من كل القلق وكل اللي هو شايله من توتر. ليه؟ لأنه زي ما أنت قلت هذا هو أحد رموز القارة السمراء كاملة. أكيد طبعا أكيد. طيب الجزئية الثانية المتعلقة بقى بمستوى صن داونز تحديدا يا أستاذ عصام، هل مستواه شفته إزاي في مباراة الذهاب؟ هي فرقة كورة الحقيقة، يعني فرقة ما تخوفكش بالعنف الأفريقي المعتاد، وبالتالي لابد أن تكون حذر جدا مع فريق زي ده. مش حذر بمعنى أنه هو يحتاج أن تراقبه فقط، لا، لعيبة بقت عندها حالة احترافية تستطيع أنها تبني جمل بينفذوا كويس قوي قوي. غير كده بقى الراجل موسيماني عاش معاهم فترة فبقى فيه ألفة، بقوا عاملين كده زي يورجن كلوب
وليفربول. مظبوط. سيبك من الجزء الفني، حاله الالفه بس يعني ما عدا اخر ثلاث ماتشات. لا لا انا كمان من اصل ما اقصدش يعني في انه رفع مستواهم زي ليفربول، قصدي اقول لك حاله الالفه دي باللمسي بالنظراتي تلاقيهم بيغيروا التكتيك معاه، وبالتالي لا هي فرقه كوره، واعتقد ده اللي هيسهل على النادي الاهلي، مش هيصعب عليه، يسهل على النادي الاهلي طبعا طبعا. منظور ان انت بتلعب كوره وقدامك فرقه كوره، ف يعني الموضوع في ايدك، فلسفه المنافس هي نفس فلسفتك، هتحول الملعب لركعه شطرنج. اللي عنده خطط اكتر هو اللي هيقول كش ملك. مساله سهله يعني. طيب اوكي، في جزئيه تانية متعلقه بقى بتصريحات بيتسو موسيمان، وهي فكره استراتيجيه الخداع بيتعامل فيها من السنه اللي فاتت، وخلاص ابتدت الناس تفهم التفاصيل، رغم ان هو بيتكلم عن واقع على فكره. انا برضه لو ما بين السطور لو الناس شايفه التصريحات في اطار التنويم المغناطيسي او الافكار اللي بتتقال، وفايلر حتى خد باله من ده وعلق عليه بعد كده، لكن هو برضه بيتكلم في واقع، بيتكلم في قيمه ومكانه نادي كبير جدا في افريقيا، هو نفسه بيتمنى حتى ان يكون احد كوادر التدريبيه في سنه من السنوات. ما هو عشان يعني يقول لك شيء زي ما انت قلت، فيذهب بالتنويم المغناطيسي للقطه نام دي، فتنام لازم يقول لك كلام حقيقي على طريقه افلام اللي بقى دوست زمان. بالظبط، لازم يقول لك كلام حقيقي. فهو بيجيب من تاريخ النادي الاهلي وواقعه اللي يفيده في الحوار عشان يتقل، وده نجوم النادي الاهلي. لك خلاص يعني مش لعبته ولا حاجه، خطته اتكشفت وخلاص، مش هتلاقي اي صدى اخر يعني. هو بدا يلعب لعبه الالفه والطيابه، ها، في انه هم راجعين في الطياره. ما علمت يعني انه ما عادش مكانه، ماشي يسلم على لعيبه الاهلي وعلى الجهاز ويحكي معهم وكده. ده الدرجه كمان يعني سيارته الخاصه وقت وصول البعثه، كان لو النادي الاهلي كان احتاج السياره في اي شيء، هو كان مرحب جدا ان هو عرض نفسه سياره النادي، سيارته الخاصه لو النادي الاهلي او المسؤولين تحت امر الناس يعني. انسان يعني محترف، ده طيب الخلق الاحتراف. مزبوط. لكن انا بقول لك على تغيير تكتيكه هو بتاع التنويم التغطيطيسي على راي محمد سعد، ان هو بقى بدا يغير دي ليبقى بيني وبينك الفه، فانت تتكلم عنه كويس، وهو يرى انه حين يتحدث عنه مسؤول النادي الاهلي بصيغه كبرى هي اضافه لسيرته الذاتيه. على فكره قدامنا لقطات على فكره يا استاذ عصام، بص يعني مشهد احمد فتحي، حسين الشحات، محمود متولي بيتعاملوا مع الباسكت في فكره تتعرف زي كره السله. أيوه. اللي هي الثلاثيه والثنائيه، عارف الامور الترفيهيه دي اللي بعد نهايه التمرين بتزيل اي ضغوط عصبيه. قدامنا هي اللقطه، بص يا استاذ عصام، هي خلي بالك بص فتحي قلشت معاه كتير على فكره يعني. ترفيهيه من ناحيه ومزيد من الدقه من ناحيه ثانيه، ويزيل ضغوط طبعا. ما انا بقول لو في ضغوط ولا حاجه طبعا. الكرة يا جماعة مش معركة، انت بتتعامل مع لعيبة محترفة من كلاس ايه يعني، او فئة اولى. وبالتالي كل اللي بيحصل بس انه الكوتشات مع الفرق الكبيرة بتخلق اللي حضرتك قلته ده، اللي هو كيف يرفع الضغط عن فريقه، اللي بتنتهي بقى ان شاء الله وهم خارجين من اوضه اللبس وانجوي فوتبول او استمتعوا بلعب مباراة طيبة. بالظبط كده، هو احمد من اخر مزيق راح جه لغاية الباسكت وحطها بايده بقى. هو الكابتن بقى براحته. بص بقى حسين الشحات والمهارة، شفتها قبل كده بقى يا ولد. ان شاء الله باذن الله يكون في المباراه كمان على الموعد ان شاء الله، ويكون جاهز بنسبه 100% هو وكل اللعيبه ان شاء الله. حسين من اللعيبه المتميزه جدا طبعا، ولو بيصادفوا السوء حظ وسوء توفيق اي لعيب في العالم هو بيضغط على نفسه. على فكرة. نعم، هو بيضغط على نفسه، وانا دايما اقول له هو بيضغط على نفسه. انت احسن لي بتاكد المتاكد. الناس حابينك وعارفين انه اي ثمن، ها، في ظل مستواك واحترامك لانك لا تريد الا النادي الاهلي، كل ده بيسهل جدا ان انت العب لعبك، بس بتضغط على نفسك ليه؟ وعاوز تقول انا هموت نفسي يا سيدي. مش محتاج الناس تثبت، الناس عارفه قيمتك. أيوة. وعارفه عارف فكره اثبات المثبت. هي دي اللي ساعات بتوتره في الملعب. بالظبط، لكن هو لعيب امكانياته كبيره جدا طبعاً. ومهما حتى تعرض لسوء توفيق لعيبه العالم كلها بتتعرض. ابو تريكه قعد سنه كامله كان مش عارف يجيب هدف يعني. ابو تريكه بيبقى هدفه كلها في افريقيا. هتيجي مع بعض التعديلات ومع بعض كمان يعني المزيد من الوقت. السيد فايلر برضو على فكره، ما ان شاء الله انتهاء الموسم، معلش انا خدتك بعيد شويه، لا اتفضل، وفتره اعداد جديده على يده، الفرقه دي هتزيد تفرق كتير 80% طبعا. الاضافات والتدريب معاه والشغل معاه هيفرق كتير. بالظبط، بعد المعايشه اللي هو عاشها دي اكيد. طيب جزء بقى متعلق بعنصر مهم جدا في مباراه يوم السبت، وهو جزء متعلق بالحكم بكاري جسامه. انا يعني طبعا انا بتابع كل اللي بيتكتب على السوشيال ميديا والكلام اللي بيتكتب بخصوص بكاري جسامه، وكلام مبني على الاحداث السابقه او على المباريات طبعاً السابقه طبعا. بس المشاهد الحاليه جوه كواليس الكاف بتقول ان المشهد القادم ممكن يكون مختلف عن السابق لسببين. لسببين
يعني متفق معايا في وجهه النظر دي طبعًا. ولا قلقان زي ما الناس قلقانه؟ لا الى يمكن 48 ساعه خلينا بالساعه تمام كان ممكن لا يزال القلق مستمر تمام مش بنفس النسب القديمه لان اللجنه اتغيرت واللي كيم شونج غيرت ثلاث مرات موجود لكن الاهم انه الان هناك 100 حكم منهم جسامه الفيفا يرصدها ان اداره النادي الاهلي يعني قولها لجمهورك بعد اذنك ذهبت بعيدا وشكت في الكاف وفي الفيفا ما معناه مذكره بما حدث سابقا من نفس الشخص مش بالزبط. من التحكيم الافريقي لانه ده تحكيم قارتنا مع احترامه انه من النخبه فوكان الاهلي يرسل ها الراجل بتاع النخبه ده بيعمل فينا كده ليه يعني يعطيه قدره في نفس الوقت تمام واخد بال حضرتك وبالتالي ما علمته انه وصلت مش تطمينات ان المباراه مراقبه وانه لن يصلح بعد ذلك في القاره جمعاء الاهتراء اللي كنا بنشوفه اكيد الاتحاد الدولي حط ايده على الملف مات ده مات الكلام وفكره ان هو الذي سيعين وفكره اختيار 20 حكم خلى الحكام نفسهم بيتسابقوا على فكره ان كل واحد عايز يتحط من ضمن هو اللي هيعينهم في مباريات قارتهم وفي المباريات الدوليه اللي بره بالظبط لا وفكره الفكره الماليه يعني ايه طبعا الجزء المالي ده مهم جدا بالنسبه للحكم جداً في افريقيا جدا انا لما اكون من ضمن اختيارات الفيفا للحكام المختاره بعدد محدود حوالي 15 20 الفتره الجايه وتحديدا في نهايه شهر مارس لما امضي عقد مع الاتحاد الدولي غير لما اكون بتعامل ماليا مع الاتحاد الافريقي انا في الاتحاد الافريقي ممكن يكون لي مستحقات طبعا لا وانت شهور ما خدتهاش اسمك مفيش حد هتجامله في اللجنه فهيجاملك ويديك ماتش لا خلص ده بالظبط لانه تعيينك اساسا مع اللجنه العليا كلينا ومصيبه بوساكا لجنه الحكام في الاتحاد الدولي خلص الكلام فالقصه اختلفت خلص الكلام بنسبه كبيره طبعا طيب هو امام موقف واضح لازم بالنسبه له في مباراه يوم السبت لازم يثبت نفسه اولا قبل اي حاجه طبعا ان هو اسم كبير بالمناسبه يعني هو المفروض طبقا للورق هو المصنف رقم واحد هو من واحد لاثنين مع جوميز ومع الراجل بتاع الكاميرون ده لكن هو يا اخي على الاقل هو في الثلاثه يعني لازم يثبت نفسه وبعدين اصل المشكله لما بتبقى زكي رستم رحمه الله على هذا النجم العظيم اللي هو الشيطان بمسبحه يعني بيبقى صعب قوي لا هو كمان شخصيه عنيده ما انا بقول لا بيبقى صعب قوي انت شاطر جدا فما بتلوي او تخش شمال صعب قوي يعني بتبقى خطير فعلا طيب ايه الرساله اللي تحب توصلها للعيبه او النصائح اللي تقال للعيبه في التمرين مفيش حكم عيبا بقول لعيبه الاهلي طبعا مفيش حكم مفيش شماعات منذ متى والنادي الاهلي ينصت لشماعات لا تحدث انا ما اعلمه يعني الى ان كان الكابتن عمر الخطيب نائب رئيس النادي مع الكابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه انه لما يتقال حتى على مستوى الاداره مش اللعيبه اللعيبه اصلا ما يقدروش يقولوها احنا امبارح الظلامنا يقول لك طب وفين الاجوان اللي نجبر بيها الحكم ما تحسبش ضربه جزاء طب ما فيش ضربتين ثلاثه غيرهم ليه عارف اللي هي فكره خلي الموضوع موضوعك انت العب وركز في الملعب هتلاقي بالظبط مفيش ربنا حكم ولا ديك اداره بقى صح حقوقك لن تغيب ولن يغيبها احد طيب المشهد بقى الشكل العام في الاتحاد الافريقي طبعا الناس مش رابطه الاحداث اللي بتحصل جوه دولاب العمل في الاتحاد الافريقي بالاحداث بمسابقات الانديه لان لسه التاثير ما ظهرش لكن انت عندك جمله استقالات في عدد من المناصب في الاداره التنفيذيه غير طبيعي الى ان وصلت للسكرتير العام استقاله معز حجي لا المشهد داخل الكاف بات مرتبك بصوره يعني تؤدي الى ان المجلس الحالي او المكتب التنفيذي الحالي يبدو انه الى يعني الى رحيل يعني مش هقول الى زوال يعني الى رحيل لانه الهجمه بتاعت الحوكمه اللي جت من الفيفا اثبتت الكثير والكثير من الويلات داخل اروقه الاتحاد الافريقي كاف وبالتالي ده رايح على مشهد تجديد وتطوير الاتحاد الافريقي نفسه طيب عدم تصعيد المساعد السكرتير العام واختيار مدير التسويق اختيار كان غريب ما هو في الاخر انت ما انا بقول لك المشهد متلعثم ومرتبك لكن انت برضو هم لازالوا بيمشوا بنظام من يملك هو لجنه الطوارئ وبيقودها احمد عم بس لجنه الطوارئ بقت وصلت لمرحله ان هي بتعمل كل حاجه بغض وكأن النظر المكتب التنفيذي ملوش دور اللجان المختصه ملهاش دور هو دي التركيبه وهو معه رجال وبيهرب منه رجال وبالتالي هو لازال يستخدم حقه فعين الاشد ولاء ما اعرفش بقى الراجل كواليفايد ولا عشان ما ظلموش لكن هو اكيد تعيينه بيدور على الاشد ولاء الاشد ولاء ليه مش ناقص بقى ورق تاني يتسرب ولا هو في ده اتسرب ما انا بقول لك يعني خلي الباقي في الدولاب بقى
الدولاب دلوقتي بيتشاف. طيب استقاله معاذ حجي كانت متوقعه ولا كانت مفاجاه؟ بالنسبه لي الحقيقه عشان ما اعملش فيها يعني رمز للرموز، لا مفاجاه طبعا. يا ريس ده انت الصندوق الابيض. لا فعلا مفاجاه يعني. فاكر انت الحلقه اللي فاتت لما قلنا بس مش هقول الصندوق الاسود خلاص بقى. لا لا انا بقول لك على سبيل ان احنا ما نقولش الناس يعني الا كل حاجه مبهجه، ان الحكايه كلها انه فعلا السيد معاذ حجي ما كانش عايز يبقى مقيد بحاجات تدعو الى انه يعني يبقى الرهان عليه خاسر، لانه من يحركه؟ من يحرك معاذ حجي؟ فوزي لقشع. فوزي لقشع بس. ففوزي واحمد احمد كده حضرتك، وبالتالي نقله كانت سريعه قوي في لعبه الشطرنج يعني. نقله كانت سريعه. طبعا. هي مفاجاه لكل الناس اللي مسؤوله في الكاف على فكره. يعني انا شفت تصريحات لكونست عماري النائب الاول. ايوه. اتصدم يعني اتصدم قصدي بالاستقاله، حتى اتصل بمعاذ حج وساله على فكره الاستقاله، الرد ان هي اسباب معينه اتقالت له لكن كونست ما رضيش يعلنها. احمد حاول يتكلم معاه وبرضه ما قدرش. قال له زهقت يعني مش تبقى عارف، قال له زهقت وحاولت، اللي هو الكلام اللي ملوش مالك ده. حاولت نصلح وكان لازم نصلح وكذا. هو معاذ كمان ما كملش سنه يعني، ابريل الجاي كان هيقعد سنه. يبدو ان السيد احمد خلاص يعني كل يعني رفقائه او من حطوا ايدهم في ظهره خلاص بداوا يقولوا ايه، لا عايزين نغير يعني. عايزين نغير. المشاهد بوضوع. المشاهد دي تقلق من المشاهد دي وانت عندك بطوله افريقيه للانديه شغاله؟ لا خالص لا. الحقيقه في سيستم، وبعدين ما انت عندك بقى ايه في هو السيستم تم اختراقه. ايه؟ السيستم تم بغض النظر، لكن في الفيفا يعني بمعنى ايه؟ هتجيب بدايل على طول وتحصل حوكمه ويحصل فريق عمل بسرعه جدا يتم اختياره وكذا يعني. انا بس المشهد ده مبني على ايه؟ اصل دي كمان قواعد ماليه واقتصاديه. اصل اللجان المختصه اللي بتشتغل على كل الماتشات وكل البطولات اللي بتتلعب ما بقاش ليها دور، فبقت لجنه الطوارئ هي اللي بتعمل كل حاجه. فانا قلقان مثلا من مشهد توصل سيمي فاينل ان شاء الله باذن الله، يكون في نقطه معينه متعلقه باختيار حكم في مباراه معينه، مشهد المباراه النهائيه الله اعلم هيتم اختياره خلاص. مش هيضغط عليك بالصمت مرات اخرى، انت ناس خلاص مغادره لا محاله، مش هينفع يلعبوا ألاعيب شيحه يعني، خلاص خلصت. وبالتالي حتى لو بدا في الافق، ما هو الحكم بيتعين قبلها باسبوع، ما هو كذا بيتعين قبل ماذا، وبيتم اعلانه، بالتالي تستطيع ان تلجا الى البيت الكبير الفيفا. لا في حاله لا تدعو للانزعاج ابدا يعني. طيب بكل صراحه وبامانه، الاعلام بتاعنا في مصر مقصر في هذه الموضوعات ولا الاعلام شايف ازاي في الموضوعات دي؟ موضوعات كل الموضوعات المتعلقه بالكره الافريقيه، لان احنا ما عندناش الحقيقه الا قليلا شباب نابه في لغه واتنين زي ما بقول لك دايما، لا في الصحافه ولا في الكوره ولا في التحكيم، وقلت لك الحكام اللي بيكتبوا اي نيدا ووتر بالعربي وهو مسافر يحكم بره، ما عندناش حد داخل جوه التفاصيل، احنا بناخد من الموقع المترجمات وشكرا الا قليلا، مواجهات بقى تشرف يعني. وبالتالي حين تكون لك ادوار هتلاقي نفسك موجود داخل يعني مربع العمليات، وتستطيع ان انت تبقى نافذ، وتستطيع انك تبقى قوي، لانه هيبقى لديك القدره على جلب الاخبار وكسر كل ما هو فاسد او نسبه كبيره من الفساد. طيب حصر الاختيار في فكره السكرتير العام مغربي، يعني معاذ حج مشي كان مغربي، المفروض كان يتصعد انطوني بافو اللي هو المساعد ده من غانا، لم يصعد فاتوا بالمغربي عبد الله بقى اللي هو عبد الله ايه؟ مدير التسويق اسمه عبد الله عبد المنعم بقى. عبد المنعم بقى. اعتقد انه ده ربما يكون عوده، لانه السكرتير العام من بلد المقر، خاصه بعد الاتفاقيه اللي الدوله المصريه عملتها ببقاء الكاف 10 سنوات، وكانه هيئه دبلوماسيه كمان، وده لا يحصل عليه اي اتحاد في اي حته في العالم. ده حقيقي، خدوا مميزات كثيره جدا فعلا، وكانه هيئه دبلوماسيه. ده حقيقي فعلا. طيب فكره بقى حصر فكره السكرتير العام كمغربي. لا ما هو ده المتاح الان، بس المتاح كان غني. ما اقصدش، انت بتتكلم على اللي كان عليه الدور. اللي كان عليه الدور غني يا سيدي الفاضل. انا بكلمك على احمد المتاح عند احمد يجيب عنده مين؟ هو كمصدر ثقه بالظبط. مظبوط بالظبط. شكرا، هو ده، هي دي الاجابه. بس ايوه هو ده الموضوع دلوقتي. طيب. كده هي الحكايه كده، انت لازم تمشي بجردات ضامنه عشان ما حدش يديك طلقه يعني في ظهرك. مظبوط. طيب حضرتك اتكلمت على موضوع الحكام وآي نيد ذا ووتر. طيب الفار هيتطبق ولا مش هيتطبق؟ وفي مؤتمر صحفي الخميس اللي جاي. المفروض بكره اللي جاي خلاص قرب اهو، ده بكره. هيبقى اوف لاين ولا بكره اوف لاين؟ بكره اوف لاين ماتش اعتقد الطلائع الجيش وامبي. وامبي طب هي السماعات جت؟ بيقولوا. اصل لغايه اللحظه دي الادوات اللي هيتم استخدامها في التقنيه لسه ما جتش. بيقولوا يعني المفروض يعني عيب يعني لما يتقال لنا كلام مش صحيح، او على الاقل ممكن تبقى في الجمرك وهنشتغل بكره اوف لاين باعتبار انه مش هيتم التواصل. بالظبط. لكن على الاقل تبقى الحاجات ثوابت شغاله يعني. طب ليه اللجنه ما اعلنتش عن الحصول على الرخصه؟
رخصة ايه؟ رخصة تطبيق التقنية. لا بيقولوا حصلنا عليها بال 52 يعني اقصد ما نشروهاش وما اعلنوش على الملأ، يعني قال لك هنطبق الفار من الماتش الجاي. ما هي فكرة انك ايه تشيل حاجة كده على جنب، اصل الاتحاد المغربي اعلنها ربما يحصل حاجة. لا يعني انا بتكلمنا عن النموذج المصري، انا مالي بالاشقاء في المغرب. يشيل حاجة كده على جنب عشان لو جيت تقول له حاجة يقوم مجاوبك بسؤال كما اعتدنا يعني. تيجي تقول له انت ليه ما اعلنش يقول لك لا ما هي في الدرجة ايه؟ اعلنت بقى ما اعلنش، انت ايه اللي مزعلك؟ فاهمني؟ يعني في حالة استهانة بالرأي العام المصري الحقيقة يعني. فكرة بس توافر المعلومة. ما انا بقول لك في حالة استهانة يعني بالرأي العام المصري، وكأننا احنا ناس قصر، اسكتوا لغاية ما نوريكم احنا بنعمل ايه، مش حاجة اسمها كده. طيب مشهد المؤتمر الصحفي الخميس الجاي، تتوقع ان المشهد يشرحه للاعلام التقنيه نفسها ولا يتكلموا عن الجوانب المتعلقه قبل ما يشرحوا يقولوا اللي حضرتك قلته؟ اصبح لدينا الان رخصه، حضراتكم كل حد مندوب لمؤسسه اعلاميه يتفضل نسخه من الرخصه، اسماء الحكام وكذا، متى سيتم التطبيق الفعلي، عدد الملاعب التي باتت مهيئه. اعتقد ما ينفعش يبقى في مطوشه من غير فار ومطوشه بفار. لو ما اعلنوا فعلا يعني احقاقا للحق، يعني اعلنوا ان لدرجه حتى ان الجدول الدوري اللي هيعلن يوم 15/3 بالنسبه لباقي الدوري من الاسبوع 21 محددين ان في ماتشات هتتلعب في اليوم مرتين، يعني ماتشين ثلاثه في اليوم مش اكتر من كده عشان التطبيق التقنيه يكون في كل الماتشات. وماله؟ وفي محافظات مش هتتلعب فيها اكتر من ماتش عشان التقنيه تكون موجوده في كل الماتشات. وماله؟ يعني هم اعلنوا بصراحه بامانه يعني. هو ده الفير. وبالتالي اذا كان المؤتمر من اجل اعلان تستحق الكره المصريه اهلا بيهم. خلينا ننتظر يعني وتنسي زي التحكيم برضه. زي التحكيم. ننتظر وشاهد. ننتظر ونشاهد. طيب التقنيه لما تطبق في الدوري المصري هيبقى في صعوبه شويه في البدايه؟ هيبقى في مشاكل ولا انت عندك احساس ان الناس وصلت لمرحله تطبيق القانون ما يعملش مشاكل؟ ما هو تطبيق القانون بس لكن ما ينفعش يبقى في فار وما فيش الرزاز المتطاير الحقيقه. ما ينفعش، لانه على بال ما يبص هنا لازم يكون عمل خط، بدل بقى فكره يزق الكره ارضتين فالتاني يطلع له من الحيطه او مديله بوكسين والكلام ده. هو بس مسترخصين السبراي، يعني السبراي مش غالي فالموضوع مش مستاهل، توفيره اسهل. تمام. ما يكون يعني بجد والله مش بهزر يعني ما يبقاش عندك ادوات ناقصه. بدايه النجاح ان الولد يبقى معاه قلم وكراسه واستيكة ومسطره. اذا كان ما عندوش ده هيذاكر ازاي؟ هيذاكر ازاي؟ ما هتبقى فهلوه، في حاجات كتير هتبقى فهلوه عشان يعمل الخط بقى بايده كده. والله ماما تساعده تجيب كراسه وتسطر بيها، هيبقى في صعوبه يعني. طيب اول حاجه هنستبينها بكره الادوات كامله من عدمه. تمام. طيب في مشهد اخر متعلق باللجنه اللي بتدير الاتحاد بس في اتجاه من اختيار الوزير دكتور اشرف صبحي، فكره ان يكون في لجنه حكماء. رصدت المشهد ده ازاي وشفت الاختيارات دي ازاي؟ لا انا والادوار اللي هتقوم بيها الموضوع ده قلقني، لانه لم يتم الافصاح عن الادوار اللي هتقوم بيها. هل هي لجنة تناظر اللجنة الخماسية؟ يعني هيبقى على المستوى الرسمي لا اعتقد طبعا. ما هو طب ما هيبقى دورهم ايه؟ لجنة حكماء، وده الوصف اللي عشان يعملوا ايه؟ عادات عرب. ما هو حتى الان لم تخرج، قد يصلحوا في توعية جماهيرية. لكن ما لهمش دعوة. قلتها لك حتى باللفظ الدارج يعني. انهم ضمن نسيج ادارة الكرة. لانه مش بالضرورة تكون اسماء عريضة جدا 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 في تاريخها الفني يجوا يبقوا مثلا رابطة الأندية المحترفة، مش هينفع يبقوا هم رابطة الأندية المحترفة. فالناس تسيب ده ويقول لك إيه كلهم من أهل الكبارة خبرة وسنا وكذا، أين الشباب؟ ما هو الموضوع برضه مش أين الشباب، ما هو مش أي شباب، إحنا عايزين ناس كواليفايد، ناس معاها رصيد. خط مش كارت، يعني لازم يبقى جاهز على طول، ولازم يبقى عارف، ولازم يبقى تابع. هل دول من أجل بس الطمأنة مع الجماهير وكذا للتوعية، ولا لإدارة أو لمراجعة إدارة اللجنة الخماسية؟ حتى يتبين ده من ده ما أقدرش أقول لك رأيي. لكن هل ده له علاقة بالأحداث اللي حصلت في ماتش السوبر وماتش الدوري؟ وارد جدا إن ده ليه دلالة إن الوزير شباب الرياضة دكتور أشرف صبحي غير راضي عن أداء اللجنة المؤقتة؟ حتى لو غير راضي هو في الآخر لازم يعلنها، لأنه ده برضه يعني حماية لدوره السياسي كوزير للدولة. طبعا الدولة من حقها أن تطلب نسخة دولية للكرة ولكل الرياضات، لكن في نفس الوقت هو مش هيبقى وزير الكرة برضه، في اتحاد مسؤول. وفي كمان اختصاصات ما يقدرش يشتغل عليها لأن ده هيبقى دور اللجنة. ده اللي بقوله لحضرتك، فممكن يبقى اللجنة دي من أجل توعية، ما بث روح يعني ود بين طرفي نزاع، بس هذا لكنه الاتجاه مش بشكل رسمي. بس ما هو مش بشكل رسمي، بس هذا الاتجاه ليه دلالة حتى لو الوزير ما صرحش بشكل رسمي، بس ليه دلالة إن أداء اللجنة حتى على المستوى التعامل مع الانديه او اداره اللعبه نفسها
يشعر ان هناك نقص كبير جدا في الخبرات وفي إدارة الأمور. هو قال كذا مرة بس هو فكرة التدخل من عدمه هو دي اللي مصعبها لك. يعني غير مرة حتى في ماتش السوبر قال انا رأيي ان اللعيبة غلطانة وان القرارات كذا، لكن انا مش شغلي يعني. الشغل الفني اللي هتكلم في التفاصيل بالزبط دي بالظبط. لكن البدائل ما تنفعش تبقى لجنة يعني لأداء دور زي ما انت قلت تصفية النفوس يعني. تصفية النفوس صحيح. طيب لو اللجنة دي تشكلت مع الأسماء الكبيرة القروية اللي كانت نجوم الكرة في الأهلي والزمالك، ولا ده عايزة ناس إدارية؟ لازم يبقى فيه ناس إدارية ولازم تبقى، لأن أنا سمعت مراحل أسماء عمرية. نجوم كلها نجوم كرة، نجوم كرة وبس. بالظبط كده، زي اللي يبقى نجم زي اللجنة الفنية اللي بتختار مدرب مثلا. بالظبط كده، يعني زي اللي بتاع الاقتصاد ما يجيبوه علشان يعني يدير الزراعة. صعب يعني، مواقف كتيرة نقدر نرمز لها لكن مش وقته يعني. الصورة قاتمة؟ لا خالص. الصورة محتاجة بس فصل ألوان. فصل ألوان زي ما بيقولوا مهنيا. تعجبني التفاصيل الصغيرة دي يا أستاذ أصاف، ربنا يخليك يا رب. طيب أختم معاك في الجزء الأخير في الدقيقة الأخيرة من الحلقة على مشهد مباراة السبت إن شاء الله، ولازم نتكلم مع الجماهير في مشهد مباراة السبت بإذن الله. تشعر إن الكل على مستوى الحدث طبعا، وحالة دي عادة أصلها مش جايين نرصدها، دي عادة حمراء يعني. بس عارف أنت القلق الصحي طبعا، يعني فكره النهارده احنا بنتكلم النهارده الاربعاء، المباراه لسه يوم السبت ان شاء الله، في حاله قلق صحي. بس فكره ايه يا رب بقى هو تركيز يعني يوم السبت يعدي على خير، عايزين محتاجين بقى نفرح ونعدي المرحله دي. الجمهور يقول كده الفرقه والجهاز والاداره ما تقولش كده، تقول ايه بقى؟ تقول انها واثقه ما دمنا بنعمل اللي علينا، لكن حق الجمهور انه يقول كده لانه نفسه يكسر الحاجز الصمت بتاع التسعه يا اهلي دي، او ان الاميره بقى تعلن موافقتها على الفارس الاحمر يعني. انا عجبني التشبيه. طيب بشهد المباريات الاخرى في افريقيا، عندك في الجانب الاخر في مباريات في نفس اليوم، وفي مباراه يوم الجمعه، ترجي مع الزمالك في استاد رادس. ترجي الزمالك طبعا طبعا. مشهد المباراه شايفه ازاي في ظل ان الاول مره استاد رادس قد يمتلئ الملعب عن اخره؟ 60,000 تذكره قبل ما اجي لحضرتك المعلن، ورفض تام من اتحاد الكره ووزير الشباب والرياضه بفكره وزاره الصحه ان في غلق الابواب للجماهير. قال لهم في هذه الحاله ادونا ورق عفوا انه عندنا حالات فيروس الكورونا يعني وبالتالي ما دامت الحكايه مجرد رهان فده مش دور اي وزاره، هو دور اتحاد الكره ووزاره الشباب والرياضه. واعلنوا ده، وحتى في مدرج الالترس هيتفتح برضه كل الاستاد. ما انا بقول لا ده كمان ده كان مغلق اللي هو المدرج الجنوبي. ايوه المدرج الجنوبي كله هيتفتح. على المشهد بالنسبه لي غريب، بعقوبه ده كان عقوبه بالظبط. بس المشهد بالنسبه لي غريب، لان منذ الثوره في تونس لاول مره الاستاد هيمتلى عن اخره طبعا، ودي كانت سابقه جديده، يمكن ده اول مره تحصل في تونس من ساعه احداث الثوره من حوالي 10 سنين. وتم التنبيه على جماهير الافريقي بعدم مناصره الزمالك ايضا. طيب ده بالتاكيد هتبقى مباراه خارج الملعب وجوه الملعب بالمنظر طبعا طبعا. طيب مباراه يوم السبت بقى، عندك مباراه مازيمبي والرجاء، والناس يعني على فكره ماتش مازيمبي والرجاء ده في معركه كبيره بين الفرقتين جدا، وواصله المرحله حتى وبين الرجلين وبين الرجلين لان فوزي لكجع في المغرب معروف بانتمائه اكتر لنهضه بركان والرجاء، مش الوداد قوي مؤكد. حتى معاذ حجي كان السكرتير عام راجل رجاوي بيشجع لنادي الرجاء كمان. بس المباراه هيديرها تحكيميا مملكه سيما، والناس في المغرب كانوا متوقعين للمباراه هيديرها فيكتور جوميز. فدي عملت قلق بين مالانجو المهاجم بتاع فريق الرجاء، هو اصلا كان في مازيمبي والرجاء خطفه من مازيمبي، ففي ازمه في المباراه. مشهد المباراه دي شايفه ازاي برضه؟ مباراه صعبه على الطرفين لكنها جديره بالمشاهده، مباراه يبقى فيها كل الوان كره القدم وخلافه. بالظبط وخلافه، وبعدين كمان رئيس مازيمبي في كاتومبو. ما انا بقول لك الراجلين فوزي لقشع والراجل اسمه كاتومبو ولا اسمه ايه رئيس نادي، رئيس نادي مازيمبي، يعني ناس سوبر بيزنس حقيقي طبعاً. فعلا حقيقي فعلا. طيب المباراه الاخيره ماتش الوداد والنجم الساحلي، لا يعني تقريبا ان دي اقل الاحداث، النجم النجم بيبتعد يعني كمان في رادس مش هيبقى عنده الحضور الجماهيري زي الترجي يعني. صحيح صحيح تمام، مستواه ما هواش النجم الذي نعرفه يعني. طيب لو في كلمه اخيره تتوقع للاربع اطراف او الاربع انديه يكونوا موجودين في السيمي فاينل؟ الاهلي والزمالك مازيمبي والرجاء. الاهلي والزمالك لا، مين اللي هيلعب النجم؟ مازيمبي والوداد. مازيمبي والوداد الوداد هيلعب النجم يعني تتوقع السيمي فاينل ان شاء الله الاهلي يلعب الوداد والزمالك يلعب مازيمبي. مازيمبي
استاذ عصام من وجهه نظري نورت وشرفت حبيبي محمد ربنا يكرمك. ويوم الاربعاء الجاي نشوف التوقعات بقى مدى ان شاء الله مدى تطابقها. مجرد رؤيه يعني توقع بقى بايد اللعيبه اولا بايد اللعيبه ثم الباقي على الله عشان ما حدش يقول لك هعمل ايه دي على الله. لا اعقلها وتوكل اعقلها وتوكل. نورتنا وشرفتنا استاذ عصام. شكرا. وان شاء الله نلتقي الاربعاء الجاي باذن الله والاهلي متاهلا ويكون موجودا باذن الله بتذكره التاهل للدور نصف النهائي. شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه جدا وحاولنا قدر الامكان نعمل اطلاله كده سريعه على احداث المباراه المرتقبه ان شاء الله يوم السبت القادم مباراه سان داونز والاهلي. المباراه تقام الساعه 3 العصر على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا. كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في تخطي هذه المباراه وحجز تذكره والتواجد في الدور نصف النهائي ان شاء الله بقى لسه في شهر مايو الدور نصف النهائي. لكن ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق والتوفيق هو الوحيد بالتاكيد اللي هيكون عامل الحسم في مثل هذه المباريات الكبيره اللي بتلعب على جزئيات صغيره. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده والتقي بكم على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.